مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم برنامج نواميس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، انطلقنا مع أشواط الختام، يوم الختام، يوم ختام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد. هذه رسمية صاحبة الشلفة، صاحبة هذا الشوط، لكن المسند المسند المسند، الرجل الأنيق، الرجل الأنيق. تهنئة خاصة يا أبو عبد الله، تهنئة 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 لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على خطف هذا الرمز الغالي. تهنئة للخور. شوفوا 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 رسمية الخيارين، رسمية الخيارين غيرت، خطفت الشلفة، خطفت الشلفة. يا سلام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حنا اليوم في عزبة سعادة السيد محمد بن زايد الخيارين وأنجاله، والمتحدث الرسمي في هذه العزبة هو أحد أنجال محمد بن زايد الخيارين، وهو السيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. أولا أيها الإخوة الأفاضل، شعار هجن محمد بن زايد الخيارين إلى أين؟ إلى أين وإلى متى؟ وجماهير شعاركم ينتظر إعادة التاريخ واسترداد الماضي لشعاركم الحافل بالإنجازات والانتصارات. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين. الله يحييكم في عزبة محمد بن زايد الخيرين ويا مرحبا. بالنسبة لسؤالك إلى أين، إلى الأفضل بإذن الله تعالى. مدام أنك محب لهذه الرياضة وعندك قاعدة ومستمر وراقب في هذه الرياضة بتكون للأفضل، وهي الحمد لله رب العالمين تاريخها مشرف فضل الله سبحانه وتعالى، والدليل شوف الرموز اللي وراك، وفي أكثر من هذه بعد موجود فضل الله سبحانه وتعالى والدعم المستمر من الوالد الله يطول عمره. وحنا إن شاء الله مدام مستمرين في هذه الرياضة بإذن الله تعالى طموحنا ما له حدود، ومهما وصلنا لنتائج نطمح للأفضل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله تعالى. سعيد، في السنوات القريبة اللي منها هذا الموسم ما شفنا شعار محمد بن زايد وأنجاله يظهر بالصورة الصحيحة اللي كان يظهر عليها من قبل. لا أبشرك، بالنسبة للموسم هذا الحمد لله رب العالمين عندنا باقي سباق سمو الأمير، محققين 3 رموز، منافسين في كثير من الأشواط من غير أشواط السيارات، وأنت تحاول وتجهز وتعد وأنت ما أنت في الميدان لحالك، أنت أيضا معك رجال يعدون يطمحون للي أنت تطمح له، ويمكنهم أفضل منك بعد، لكن أنت تبذل مجهود وتستعد بأفضل إمكانيات الموجودة عندك وتطلب التوفيق من رب العالمين. سعيد، عزبة كبيرة مثل عزبة محمد بن زايد الخيرين وأنجاله، عزبة حققت رمز مثل ما شاهدنا ومثل ما شفنا هذه الرموز الموجودة، نعم. يعني تعب وراها وجهد كبير وراء هذه النجاحات، ولكن في الآونة الأخيرة ما شفنا بالصورة يعني المطلوبة لجماهيره. والله يا طويل العمر بإذن الله تعالى، يعني مثل ما تقول أنت لما تكون موجود تغيب الفترة من الزمن مثلا تعد وتجهز نفسك وترجع، ما دام أنك موجود ولك تاريخ في هذه الرياضة كبير فثق ثقة تامة أنك في يوم من الأيام بترجع لمستواك القديم وأفضل منه بإذن الله. طيب، ترقب من قبل هذا الجمهور، جمهور هذا الشعار، لاستعادة شعاركم ومقارعة هذا الشعار أيضا كبار الشعارات المتواجدة في هذه المنافسة، وهذا الشعار الذي طالما أفرح مالكه وأفرح الجمهور القطري
ومثل دولته خير تمثيل في المحافل الخارجية. هذا احنا ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى معدين ومجهزين للمهرجان القادم باذن الله، ونوعد الجمهور باذن الله تعالى بافضل النتائج، بنبذل المجهود والباقي على الله سبحانه وتعالى. وحنا نعد ونجهز والتوفيق بيد الله، وغيرنا ايضا يعد ويجهز، وكل يحاول يظهر بافضل صوره في المهرجان القادم، لانه يمثل لنا كقطريين حاجه يعني تحسب في تاريخ الشخص نفسه، لانه يحمل اسم سمو الامير الله يطول عمره. سعيد، حنا ما شفنا تواجد يعني مرضي لجمهور هذا الشعار مثل ما رضاه في السنوات الماضيه. ما شفنا حضور وتواجد لهذا الشعار، يعني ربما كان هناك رمز لهذا الشعار في مهرجان المؤسس، وكان هناك رمزين في مهرجان سمو الأمير الوالد. صحيح. ما كان معتادين ان بس نكتفي بهذا الرموز من هذا الشعار، يعني معتادين محبين هذا الشعار ان في كل مهرجان يحصل هذا الشعار على عدة رموز، من 8 رموز الى 10. اول حاجة انت في المضمارة وفي المنافسة، ما انت لوحدك، انت معك منافسين، ومثل ما انت تعد هم ايضا يعدون. صحيح. وانت عد وجهز واطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. احنا بالموسم هذا حققنا 3 رموز، ونافسنا يمكن في المركز الثاني على اكثر من رمز، وباذن الله تعالى نطمح للافضل في المهرجان القادم. وبالنسبه لهذا الشعار، لما اتكلم عن الماضي وكذا، الشعار اللهم لك الحمد والشكر يعني له قاعده ثقيله في تاريخه الماضي، واللي دائما عنده تاريخ قوي باذن الله تعالى لو تاخر او قلت نتائجه في فتره من الزمن يرجع باذن الله تعالى تاريخه يرده. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن حققنا انجازات غير مسبوقه بتوفيق ربي. حققنا يمكن في نص ساعه في ميدان ند الشباب في دبي 2 سيف في نص ساعه، سيف المحليات وسيف المهجرات. هذا ايضا انجاز كمالك مواطن، يعتبر انجاز غير مسبوق. وايضا في سنه من السنين حزنا على في مهرجان التحدي، كان فيه اجذاع وثنايا وحيل، حزنا عليها كلها بتوفيق ربي سبحانه. وايضا اذكر في سنه في الشوط الرئيسي سيف حيل، حزنا على المركز الاول والثاني والثالث، حتى الاول العاصفه والثانيه عنيده والثالثه الدرعيه. وايضا في سنه من السنين في 2007 بالضبط في شوط من اشواط الجذاع، حزنا من الشوط الاول للشوط الاخير بالنسبه للبكار. نعم. فهذه انجازات طبعا غير مسبوقه، ولكن باذن الله تعالى لو تاخرنا سنه او يعني حققنا مثلا رمز ولا رمزين ولا 3 في السنه، مش طموحنا، نطلب من الله التوفيق وطموحنا للافضل. ولكن ان شاء الله تعالى احنا الان في مرحله ايضا اعداد، وان شاء الله في المستقبل القريب بتكون النتائج افضل باذن الله تعالى. باذن الله. سؤالنا الثاني، استمرار وتغيير المضمرين في العزبه. نعم. يوحي الى المراقب لتصحيح المسار، فهل فعلا سوف يكون ذلك تصحيح من خلال مشاركتكم في مهرجان سمو الامير؟ والله شوف، تغيير المضمرين مش محتكر علينا احنا وحتى مؤسسات كبيرة على مستوى الشيوخ، وحتى على مستوى المواطنين اللي عندهم عزب كبيرة، دائما يبحث الواحد للأفضل، مش تقليل في المضمرين السابقين، بالعكس إخوانا أعزاء ولهم إنجازات سابقة وإنجازات للتاريخ موجودة، ولكن هذه قسمة ونصيب، ودائما الواحد يطمح للأفضل، ونسأل الله التوفيق. سعيد، على طاري المشاركة في السن الصغير. نعم. شعار محمد بن زايد وأنجاله في الفئة العمرية الصغيرة، خاصة في سن الحقائق. نعم. السن اللي حصل فيه دائما صفقات. نعم. ما نشوف له تواجد، لماذا؟ والله ما شوف، بالنسبة لسن الحقائق له جمهوره، والسوق يمكن الحين موجود في سن الحقائق، بس بالنسبة لنا حتى بالنسبة للبل عندنا في الانتاج نعسفهن حقائق، ما ندخلهن مشاركات، يمكن مشاركات في اللقاية، وذي خطة ماشيين عليها من يوم حطينا اهتمينا في الانتاج ودعمناه بالفحول وعيننا لها نتيجة بالنسبة لنا حنا شخصيا. يعني الدليل طال عمرك عندنا شقة من انتاجنا عسفناها حقة ولا دخلناها لقية، خذت سيارة الحول، خذت الكاس المفتوح. بالنسبة للنشرة نفس الشيء من انتاجنا وعسفناها حقة ودخلناها لقية، مشاركات خفيفة وإجذاع، أخذت الكاس المفتوح. زعفرانة نفس الشيء، كلها من إنتاج. نعم، كلها إنتاج من إنتاجنا وفازت وخذت أشواط مفتوحة. الطائفة نفس الشيء، ما عسفنا ما دخلناها لقية، مشاركات خفيفة، إجذاعة وثنية، أخذت الكاس المفتوح. وكثر يعني اللي ممكن أذكرها لك. سعيد، هذا يبدو من حديثك
وكلامك نعم انكم معتمدين اعتماد كلي على الانتاج. والله الانتاج هذا صحيح؟ لا لا بالعكس، حتى اللي خذن الرموز كلها اللي عندنا كلها شارينها مشترى. نعم، واللي خذن الرموز حتى في الوقت السابق يمكن 90% كلها مشترى. هذا في نفس الوقت مش داعي انك تعمل الانتاج، تكون مهتم في الانتاج ولكن مش اهتمام كلي، تدعم نفسك بالمشترى وفي نفس الوقت يكون عندك انتاج كقاعده موجوده. يعني انت ممكن تعسف في السنه 100 حاشي، لو ظهر منها 3 ولا 4 ولا 5 هذا شيء طيب، لانك ما راح تجيب حشوانك كلها من البل وكلها بتجي طيبه، بالعكس انت تعسف وتطلب التوفيق، يمكن يظهر لك 3 ولا 4 ندر فيها، هذا توفيق من الله. سعيد، احنا ما شفنا اي صفقه لهذا الشعار خاصه في هذا الموسم، ربما كان هناك صفقات من الملاك القطريين. لا لا، في صفقات شرينا طال عمرك قعود ونافس في شوط الرمز المفتوح الثنايا وجاء ثالث، وتو احنا شارين حتى قبل السباق بفتره، وان شاء الله تعالى في المهرجان هذا بيكون رقمه متقدم باذن الله تعالى بتوفيق الله سبحانه في الرمز. اي نعم، وشرينا قعود لقي وشرينا بكار ثنايا، ومنهن بعض اللي خذ رمز امس سمحه وانتقلت للجيش الشحانيه، واختها قد شريناها معه وسبقت في المؤسس وللاسف تعرضت للاصابه وريحناها، فالحمد لله رب العالمين. المشتروات هذه في هذا الموسم والناقة بعضها الموسم هذا بعضهم نهايه الموسم السابق. لا، الموسم هذا الموسم هذا شرينا، والان باذن الله تعالى نحاول ندعم شعارنا باذن الله. طيب، عزبه محمد بن زايد خيارين. نعم. في أي مرحلة عمرية تضع ثقلها في مهرجان سمو الأمير؟ والله بالنسبة لنا حنا اهتمامنا من اللقاية وفوق، يعني رغبتنا. وين يعني بيكون تركيز هذا الشعار؟ رغبتنا يعني من الثنايا والحيل بإذن الله، في سن اللقاية إن شاء الله بإذن الله بيكون لنا مشاركة في أحد الرموز بإذن الله، وسأل الله التوفيق. وأيضا في سن الجذاع لنا مشاركة، في الثنايا لنا مشاركة قوية في الرموز بإذن الله، وفي الحيل بإذن الله تعالى. طيب، وفي الزمول، في شوط الزمول بإذن الله تعالى أيضا. طيب، ماذا أعددتم لشوط السيف، الشوط الأقلى من الناحية المعنوية والمادية على مستوى المنطقة؟ والله معدين لشوط السيف، وأيضا السيف فيه منافسين أقوياء موجودين فيه، وإن شاء الله تعالى بكل لنا مشاركة فيه بإذن الله تعالى. مجرد مشاركة ولا مجرد انتزاع السيف؟ مشاركة، مشاركة ومنافسة، في اختلاف بين المشاركة بس مجرد أني مشارك. أنت أيضا كمالك اسم السيف تشارك، طبعا لو تقول لك عزبة لها ثقلها أنك تشارك كمنافس، ولكن المشاركة في حد ذاتها شيء طيب في شوط السيف، ولكن بإذن الله تعالى شعارنا حنا ما شاركنا في السيف يعني في المهرجانات السابقة، ولكن المهرجان هذا بإذن الله تعالى بيكون لنا بصمة فيه بإذن الله تعالى. توعد جماهيرك إن شاء الله؟ والله أنا ما أعلم الغيبة وعد الغيبة، أنا جهز وعد والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وغيري عد مثل ما أنا عد ويمكن أفضل مني. سعيد بن محمد بن زايد الخيرين، نشكرك جزيل الشكر على هذه الحفاوة وعلى هذا الترحيب، ونشكرك على إجراء هذا اللقاء. يا مرحبا ومسهلا وحياكم الله. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، حنا موجودين ومتواجدين في المحضار بناخذ علوم المشاركين إن شاء الله، حنا وياكم خلوكم معنا. أنت مع فريق المسند؟ نعم، فريق المسند إن شاء الله تعمل إن شاء الله نحضر. كم اسم حاضرين الليلة؟ 3 إن شاء الله. 3 أسماء. نعم. وين بيكون اسم المسند في آخر الأمتار؟ بيكون إن شاء الله في المقدمة. في المقدمة؟ إن شاء الله. وش بتقول الجمهور شعار المسند وشعار الخور؟ قول لهم تحذروا ان شاء الله اخر الامتار. يعني توعدهم ان شاء الله في المنصه؟ اي نعم ان شاء الله. للتتويج؟ باذن الله. شكرا جزيلا. عفوا. وش محضر الجمهور بنت رحيب الليله؟ والله محضر لهم ان شاء الله، محضر لهم بكره ان شاء الله وعلى الله. بكره ماضيها طيب وسبوق، لو ماضيها مو طيب ما حضرتها، لكن التوافيق عند الله، العرب مثلي. بنت رحيب وش تاريخها؟ وش مراكضها هذا الموسم؟ هذا الموسم جاية ثانية على السيارة في المؤسس، وثالث على السيارة في الأمير الوالد، وعندها سبقات، والعام ماخذ سيارة، العام في رصيدها سيارتين البكرة. يعني توعد جمهور شعار بالنايفة؟ أنا ما أوعدهم، أنا إن شاء الله أني محضر وعلى الله، اللي من الله قابلينا، جينا قدام ولا جينا ورا، هذا رزق، كل مكتوب له رزقه. طيب، معاك أسماء عمالقة، أسماء شارين بالملايين، معاك المسند، معاك اللورد، معاك جار الله بن عقيل، معاك شارينها معها في الشوط، شيء يسبقها وشيء يجي ثاني وراها. مهم من دونها.
محضرين الليله؟ محضرين طال عمرك الاضحيه والسدريه مع شعار الجريان. نعم. وين بيكون اسم الجريان في ختامي الشوط؟ ان شاء الله يكون في المقدمه. في المقدمه ان شاء الله. يعني الرمز بيكون مع الجريان؟ باذن الله ان شاء الله. معاك المسند، معاك بن عقيل، معاك اللورد. ما يحتاج اسامي ما يستاهل. معاك الهديفي. ونعم فيهم كلهم، اسامي ما يستاهل فيها بس ان شاء الله اسم العطيه يكون في المقدمه. زين اشوفك على اعصاب. صحيح. تبي الرمز؟ مالكم الرمز. جزاك الله خير. ابو شريده مساك الله. مسيك بالنور والسرور. اشوفك حاضر وبقوه في هذا الشوط. باذن الله. التوفيق عند الله. انتم حاصلين على هذا الشوط في مهرجان سمو الامير. التوفيق عند الله. في مهرجان سمو الامير الوالد انتم حاصلين على شوط القعدان صحيح؟ صحيح. طيب وين بيكون مستواك من الليله؟ ان شاء الله ان شاء الله نحن هالشوط مره ثانيه باذن الله. بس معك المسند، معك الجريان، معك الهديفي، معك اللورد، وين بتروح من هذه الاسماء اللي شاريه بالملايين؟ الله يوفقهم، احنا خلينا لهم الكم واحتفظنا بالكيف، وباذن الله ما يسبقونا. يعني وش تقول للجمهور ابو شريده؟ الوعد وين؟ الوعد ان شاء الله عند النهائي باذن الله. جواب نهائي؟ نعم. فالك التوفيق. وياك. ابو حمد ما شفنا شعار الهديفي ظهر بالصوره الصحيحه في سن الحقائق. نقول الليله ان شاء الله مثل ما قال سيدي سمو الامير المادة ابشر بالخير ان شاء الله الليله. ابشر بالخير. ان شاء الله بامر الله. قول الشعار المحبين شعار المعيده. شعار المعيده نعم. الهديفي. نعم. وين بتروح من الجريان؟ وين بتروح من العيده؟ وين بتروح؟ كلها توفيق الله سبحانه، كلها مشتري وعد العده للشوط ونقول بس ان شاء الله ابو ناصر الليله ان شاء الله في الفورم ان شاء الله. شكرا جزيلا. علي بن بطشان اليامي مشارك قادم من المملكة العربية السعودية لحصول على رمز في مهرجان سمو الأمير. اي نعم اي بالله راح جاي من السعودية. اتمنى الله التوفيق ان شاء الله. طيب انت محضر في رمز القعدان المفتوح ان شاء الله. اي نعم. وش تاريخ قعودك قبل مشاركته الليلة؟ له انجازات سباقات فرشدة سيارة. الله اكبر. مو بحسن انكم رجعتوه في شيء من الاشواط ياخذ لكم سيارة في ختامي الختامية؟ الرمز. تبغى الرمز؟ اي نعم ان شاء الله. يعني لكم شيء كثير. اي نعم اي بالله. وين بيكون اسم بطشان بن صالح اليامي من هذه الاسماء؟ من اسم بن عقيل، اسم اللورد، اسم المسند، اسم بن عقيل، وين بتروحون من هذه الاسماء اللي شاريه بالملايين والهديفي؟ ما فيهم قصور لكن قعدنا بعد كفو ان شاء الله ما نقصر. يعني بتذهب السلامات الى نجران؟ ان شاء الله باذن الله. محبين نجران؟ نجران باذن الله. وش تقول محبين شعار نجران؟ نقول نوديكم السلامات ان شاء الله. باذن الله. باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا ابو محمد. مساك الله بالخير. مرحبا مساك الله بالنور. بريدي نشوفك محضر هنا، وش محضر الليله؟ محضر الله يطول عمرك مفاجاه. مفاجاه؟ نعم، هذا شريتوني شاريه الله يطول عمرك اول مركز له عندي. شاريه من الامارات من واحد من اهل السعوديه وجاينا في الباخره والحمد لله نشكره وجاء طيب وبخير. وش تاريخه؟ وش مشاركاته؟ شريح على ماضي ايش؟ ما شريته الا على الرمز. علشان الرمز؟ نعم. وش بتقول للجمهور شعار البريدي؟ الوعد وين؟ اقول اربطوا الحزمه. الوعد وين؟ الوعد الامتار الاخيره. الامتار الاخيره؟ نعم ان شاء الله. والوعد المنصه؟ ان شاء الله باذن الله. فالك التوفيق. وياك الله. هنا في هذا الشوط 23 اسما بسم الله وعلى بركة الله أيها الحفل الكريم. ومع هذه الانطلاقة تابع يا البزنس مان حمد بن صالح القمرة ماذا يفعل شعار القمرة؟ القمرة هولدينج هنا على الصدارة المركز الثاني. الهديفي يصل يقدم اسما آخر. الشبلة الشبلة العنود العنود والقمرة القمرة القمرة يا سلام يا سلام. إذن تهانينا لصالح بن حمد القمرة على فوز العنود بالشلفة الفضية. وهكذا مشاهدين الأعزاء بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. الخنجر إلى الزعبي، الخنجر مع الحذر، الخنجر أقوى أشواط القعدان، أقوى القعدان في هذا المهرجان اللقاية هو الحذر لراشد بن بطي بن محمد الحسنة لراشد بن بطي الزعبي. سلام يا المغامر سلام. الخنجر إلى المغامر والمغامر مع الخنجر. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام،
أحييكم بتحية مسائية رئيسية لهجن أبناء القبائل في هذا اليوم. دونوا وسجلوا، سجلوها، دونوها. حشيمة 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 اللحظات الأخيرة، لكن الحسني يا سلام، راح الرمز يا بن مسعود، راح إلى السلطنة، راح إلى السلطنة. تهانينا تهانينا لمالك طواري هلال بن عبد الله بن سالم الحوسني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق رابع أشواط هذا المساء وختام رموز سن اللقاية مع السيج مع السيج. الله 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 على هذا الأداء، مشكور يا بن عقيل على هذه المتابعة، مشكور يا البرنس من قدم السيج هنا مع خنجر القعدان، الخنجر الخنجر مع السيج مع هجن التحدي. تهانينا والناموس لهجن التحدي على فوز السيج بخنجر القعدان العمانيات، وصل في ثاني المراكز تهمانا لعبد الله بن ناصر سعيد العيدة، وثالث المراكز وصل الريال لحمد بن غالب السلطان الهديفي. الشلفة الفضية ذهبت من نصيب العنود لسعود بن صالح القمرة السندباد القطري. خالد القمرة، نقول لك ألف ألف مبروك على تألقك الليلة في الشوط المفتوح. الله يبارك لك ويسلمك. خالد غاب شعار القمرة وحضر في مهرجان سمو الأمير حضور قوي وملفت للغاية. الحمد لله رب العالمين. صح أنه غاب، لكن الليلة ما كان غاب، عقب ما أخذنا الرمز في شوط الأمير، والحمد لله على كل حال. شكرا جزيلا. مرحبا مرحبا. ننتقل إلى شوط القعدان المفتوح والخنجر الفضي الذي ذهب من نصيب الحذر لراشد بن بطي الزعبي. راشد بن بطي، نقول الله يمسيك بالخير. يا مرحبا، الله يمسيك النور يا محمد. راشد بن بطي، وش سويت مع الحذر الليلة؟ كيف قلبت الموازين وأخلفت الترشيحات؟ والله هذه سوات رب العالمين، والحمد لله رب العالمين على توفيق الله. والحذر الحمد لله يعني بعد توفيق الله أنه إذا ما أخذ الرمز بينافس إلى الأمتار الأخيرة. وش يعني لك هذا الفوز الليلة والفرحة الليلة؟ يعني لي الشيء الكبير، فوز وفي مهرجان سمو سيدي أمير البلاد المفدى، وتعرف شعور راع الهجن المتنومس وما أخذ رمز لا يوصف. الحمد لله. الله يديم أفراحك يا بابا. الله يجزاك خير، طول عمرك يا أبو محمد وبيض الله وجهك. وصاحبة الشلفة الفضية هي طواري الهلال بن عبد الله الحوسني من السلطنة، من سلطنة عمان الشقيقة، مع المضمر حمد بن محمد العمري. حسني، نقول لك ألف ألف مبروك على انتزاعك للشلفة الفضية في هذا المهرجان. الله يبارك فيك يا حمد. الحمد لله رب العالمين أن طوار اليوم تجملت وأهدت هذا الناموس. أول شيء لسيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة سلطان قابل سعيد المعظم يحفظ الله ويرعاه، لكافة أبناء الشعب العماني، ولكل محبين شعار الحسني. حسني، ما كنت متخوف من الأسماء اللي كانت معاك في الشوط؟ والله أنا تخوف من بكرتين أمانة. وش البكرتين؟ بكرة العطية، والبكرة الثانية بكرة اللي جاي معي من عمان سرابة. فعلك إن شاء الله توفيق. آمين جميعا إن شاء الله. والخنجر الفضي ذهب من نصيب السيج لهجن التحدي.
سالم مساك الله. مرحبا مساء النور والسرور. سالم تستاهل ناموس السيج وتستاهل ناموس هجن التحدي. تستاهل خير الله يطول عمرك. وش يعني لك كونك تقف وراء هجن التحدي والاسم الغالي وايضا هذا الرمز الغالي في هذا المهرجان الغالي؟ والله طال عمرك هذا الرمز يعني انه شيء كبير، رمز اذا هو رمز في مهرجان سمو الامير تسمع، وحن طال عمرك عدين العده للمهرجان ذا على اساس ان الهجن تطلع بالصوره الممتازه. سالم نشكرك جزيل الشكر وفالكم ان شاء الله نواميس. مرحبا اشكرك واشكر قناه الريان تسلم. وصلنا واياكم مشاهدينا الكرام الى نهايه هذه الحلقه من برنامج نواميس، ونتمنى ان نراكم باذن الله تعالى في الحلقه القادمه.